بعد أسبوعين يعني والله المفاوضات مشيت كويس وانتهينا إلى اتفاق خير وبركة زي ما بنقول، لكن إذا ما تعقدت الأمور والأسبوعين خلصوا وإحنا clock is ticking زي ما بنقول، الأسبوعين خلصوا لم نتوصل لاتفاق، إيه خيارات مصر مع الأمم المتحدة في هذا الإطار؟ خيارات مصر انها تتقدم بمشروع قرار، ممكن تتقدم بمشروع القرار ده في جلسه يوم الاثنين، وممكن تاجل التقدم بمشروع القرار الى انتهاء المفاوضات الافريقيه من سبيل من باب ابداء حسن النيه مع التوجه الجنوب افريقي بفتح الباب للمفاوضات. وبالتالي انا شايف انه حسب البيان الافريقي انه العمليه مقسمه الى جزئين، جزء فني والجزء بعد الجزء الفني في جزء سياسي وهو الاسبوع الثاني. هذا الاسبوع الثاني انا واثق ان هتكون هناك اجتماعات رئاسيه اخرى قد تدعو لها الرئاسه الجنوب افريقيه لمحاوله التوصل لتسويه. اذا لم تنجح هذه المساعي اذا يمكن لمصر اما ان تدفع بالقرار الذي ستتقدم به يوم الاثنين، أو أنها تتقدم بقرار جديد ياخذ علما بفشل المساعي الأفريقية، وبكده يبقى ما عدا لهم العيب، لأنه الجهود الإقليمية لا تمنع مجلس الأمن من التدخل لمنع الإضرار بحالة السلم والأمن الدوليين. وبالتالي الخيار سيكون خيار مصر والسودان أنهم يتقدموا بقرار. خليني هنا برضو أقول أن عدم تقدم السودان بقرار لا يعني ان هو مش متفق مع وجهه النظر المصريه. لو حصرنا القرارات اللي صدرت في الجامعه العربيه يمكن السودان تحفظ على القرار اللي صدر في الدوره اللي فاتت. أيوه. اللي هي الدوره العاديه، ولكن السودان لم يتحفظ على القرار اللي صدر في الدوره الاستثنائيه اللي تحفظوا بس هم جيبوتي والصومال عشان دول اعضاء في الايجاد مع اثيوبيا وتربطهم بها مصالح مشتركه وحدود مشتركه ولهم بها يعني ليهم وضعيه خاصه. وانا اعتقد انه في قدر من التفهم وان كان الاستغراب من هذا الموقف. ولكن السودان طرف في هذا القرار، ولكن السودان لا يسعى زي مصر الى استصدار قرار. السودان بيقول استصدار قرار في هذه المرحله سيعقد الامور، ونحن متفقين مع مصر في كافه المطالب، متفقين معاها ان احنا مش عايزين حد يملى السد من غير لما نوصل الى اتفاق شامل قانوني ملزم. متفقين معها انه لابد هذا الاتفاق يتضمن اليه لتسويه المنازعات واليه ملزمه لتسويه المنازعات علشان هيحصل منازعات. اي وضع سدود في العالم بيحصل فيه منازعات، وانه يتم المفاوضات بحسن نيه. المفاوضات اتفتحت وهنبدي حسن النيه كجانب عربي، وانا واثق ان احنا هنستمر في تقديم الدعم للمفاوض المصري وللمفاوض السوداني كجامعة عربية من أجل التوصل إلى اتفاق. إذا ما توصلنا لاتفاق كان به، ما توصلناش لاتفاق أعتقد الرؤساء هيكون لهم الحكمة والرؤية أن هم يحاولوا يوصلوا لاتفاق في اجتماع لاحق. إذا لم يتوصلوا إذا يحق لنا بقى أن نلجأ إلى مجلس الأمن وأن نطلب إجراءات محددة من مجلس الأمن في هذا الصدد.